صبر ما تبش تمام. سلام بنات فلات عسلات قمراتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا مرتاحين ومتهنين وفرحانين في حياتكم يا ربي. هاني طليت عليكم اليوم بعد الغيبه، جيتكم انا ديتكم معايا لسكيكدا كما راكم تشوفوا هنايا. رحت حوست شويه في سكيكدا وشريت بعض المشتريات، يعني مشتريات خفاف برك، شريت حوايج شخصيه وشريت حوايج خفاف للكوزينه، وزيد قضيت شويه من الطريق وروحت. اليوم راح نشارك معاكم يعني المشتريات تاع الكوزينه، بصح المشتريات اللي شريتهم ليا راح نخليهم يعني في فيديو خلاف، يعني في فيديو خاص. فوالا هنا بعد ما وصلنا حوسنا شويه، يعني درت لكم غير مقتطفات، حوسنا شويه دركا دخلنا للريستورون راح نتغداو والله الله، ومن بعد ان شاء الله كي نخرجوا نكمل معاكم. حبيباتي البنات اللي اول مره يشوفوا قناتي، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي عالم سمسومه او سمسومه وورلد، دار داركم، مرحبا بكم. ما تنساوش تابوني وتفعلوا الجرس على الكل بهكا يلحقكم كل جديد. والبنات اللي مالفين معايا نقول لهم الدار داركم، مرحبا بيكم، شهيدكم في الجنه، نحبكم ونموت عليكم. هنايا بعد ما تغدينا رحنا يعني درنا شويه، شريت حوايج خفاف كانوا خاصيني للكوزينه كيما قلت لكم في بدايه الفيديو، وشريت انا حوايج ليا انا، الحوايج ليا انا نخليهم في فيديو خاص ونحطه لكم. واليوم حبيت نشارك معاكم هذا من المشتريات الخفاف، يعني شريت هذيك المقله لانه كانت خصتني مقله كما كنتوا تشوفوا. المقله تاعي عندي زوج مقالي في زوج طارو درعيهم يا البنات، على بالكم بلي نشارك معاكم يومياتي بكل يعني كما راه، يعني بكل مصداقيه وبكل صراحه. شريت هذاك الطاس نحط فيه العسل، قبل كنت شريت زوج يا البنات، وكي نحط عفوا الزيت وكي نحط فيهم الزيت نلقاهم يسيحوا من التحت، ما على باليش كيفاه كامل كانوا يسيحوا لي، وليت حطيت فيهم الريفي طايمه وهذا راح نحط فيه الزيت. هنا شريت شويه بطاطا والبصل كنت خبيتهم نسيت ما صورتهمش، وشريت شويه عنب، فلفل، فلفل حار، فلفل حلو، وشريت طماطم، وشريت شويه دقله كما شفتوا. وهذا اللي راح نشاركه معاكم اليوم، هذا اللي كاين اللي يسميه الريش وكل واحد شي يسميه. المهم هذا كنت شريته من عنابه ماشي من سكيكدا، يعني عنده واحد سمانه ملي شريته وما شاركتوش معاكم البنات. يعني ما شاء الله لا مارك كيما شفتوها، لا مارك تاعو يوسف هكا يوسف، وهذه هي البنات كيما راكم تشوفوا لا كولار باهي. انا بالذمه تعمدت اني نختار اللون هذا، ما حبيتش نجيبو ابيض، انا عجبني بزاف. نتمنى تخليو لي ارائكم في التعليقات، يعني وما من النار تاعو الله يبارك، شوفوا لا كولار البنات تهبل تهبل تهبل، وما من النار تاعو الله يبارك قاويه يا البنات، والله تهنيت كيما شفتوا من قبل. كنت ديما يعني نسوفري في الطياب، عندي غير طابونه نطيب عليها، يعني نتعطل بزاف خاصه يعني كي يكونوا عندي ضياف ولا كي تكون عندي بزاف حوايج نطيبهم، راكم تعرفوا يعني الدار. هذه هي البنات، قلت نديباني بهذا، يعني على بالكم انا كي غير وين رحلت لداري وين بلي راني مخطوبه ونوجد في روحي، يعني عندي مصاريف بزاف، لهذا قلت نديباني بهذا. ومن بعد كينو بربي ان شاء الله مازال عندي اساسيات بزاف يخصوني في داري جديده، ويعني ما في جهازي. من بعد قلت يعني كنا نوفر كامل هذوك الاساسيات نرجع يعني نولي نشري كويزينيير ان شاء الله، ونشري كيما نقولوا ماشينه لافي ان شاء الله اوتوماتيكيه. المهم راكم عارفين الواحد يروح غير وحده وحده، قلت نديباني بهذا مده ومن بعد يرحمها ربي، المهم يعاونني يا البنات. هنا كما شفتوا درت شويه بهذا اليوم الغدوه البنات، الروتين الغدوه تما خاطر روحت من سكيكدا العشيه. هنا الغدوه واش درت؟ الغداء درت الكسره وطيبت معاها كما شفتوا بطاطا كوشه، درت لها بصل ثوم ربيتهم، ودرت شويه فلفل قصيته دي روندال، ومام البصله قصيت شويه دي روندال وشويه ربيته، ودرت لها التوابل والزيت
والملح، ودرت لها حوالي قسمه كما شفتوا، وغطيتها بالبابي داليمينيوم وحطيتها في الكوشه. طابت جد بنينه تهبل، ما فيها لا الحمله دجاج لا والو. وهنا حطيت معاها هذم الفلفلات الحارين التشواو، وبعد ما تشوي حطيت في الساشي وقشرت معادي كيما نديرو الحميص، يعني ما فيها حتى علم. بصح المهم البنه هي البنات خياليه. هنا كي طابت لي يعني البطاطا تاعي، نحيت لها هذاك البابي داليمينيوم وخليتها زادت طابت حوالي 10 دقائق من الفوق باه تاخذ لي هذا اللون يعني المليح، يعني جات هايله هايله هايله. وما حطيت لها ني فرماج ني والو يا البنات، لانه كنت مزروبه يعني كنت حبيت نربي لها شويه الفرماج من الفوق، ومن بعد ما درت لهاش خلاص يعني اصلا، لان جوعنا وحبينا نتغداو هذاك النهار السبت. ولدي يزرف فيا، هيا قلت له درك نحطها كيما راهي، ما لا ما ندركش الفرماج. قال لي لا لا نورمال، ما تحطيش الفرماج، اعطيني برك نتغدى. والله يا البنات شهيتكم في الجنه، كي ذقناها يعني هايله هايله هايله، القوت تاعها بنين بنين يهبل. شوفوا البنات سهله مهله وتحضر في الحين، يعني الوجبات هذوما يساعدونا بزاف. من داك تروحي يعني روتار العشيه ديريها للعشاء، ولا تكوني خدامه تروحي ديريها لوليداتك، يعني سهله مهله. ومام تقدر ديريها حتى للضيف، يعني تنور ور الوجه. اللي تحب تزيد معاها مرسوه تاع دجاج، ولا تزيد معاها فيون بولي فيون داشي، تحب تزيد الفرماج، خير وخير. مي مام هكا هايله هايله هايله، سيوها على ضمانتي. هنا يا حبيبات قلبي بعد ما تغدينا ما تنساوليش لي جام، ما تنساوليش لي جام. حبيباتي مرحبا بكم كامل معايا في عالم السمسومه. قلت لكم هنا بعد ما كملت نط قلت ندير شويه نيتواياج الكوزينه، يعني ما تصورتش معاكم كلش كلش، مي ويعني درت مقتطفات كيما راكم تشوفوا. هذه الطابله تاعي راني قصيتها، عفوا راني درت لها الريدو كيما شفتوا، درت له من تحت فربيله ديته خيطته وحكمته بالليبيناز، دركم بعد تشوفوا كيف ما، وحطيته في البلاصه هذه. وهذا مكان المهم الانسان يحاول انه يرتب داره، يحاول انه ينظف داره، يحاول انه يغير مزاجه، عفوا يحاول انه يجدد ولو باشياء بسيطه. والانسان يرضى بواش عطاه ربي، يعني ما يشوفش ديما الفوق ولا الحاجه اللي كثر منه، يعني يشوف شويه الفوق وشويه لتحت باه يكون انسان طموح، مي يكون يعني في حدود معقوله، يعني مي شوفش بزاف الفوق الفوق الفوق، يعني اكثر من، فهمتوني البنات نورمال راكم فاهميني واش نقصد. المهم حبيباتي كيما راكم تشوفوا، والله راني فرحانه بزاف بالمشتريات تاعي، خاصه هذا الريشو.